فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه أسئلة كثيرة تسأل عن رأيكم في مسألة المساهمة في بنك البلاد ونصيحتكم في هذا الأمر. والله أنا ما أعرف بنك البلاد ولا أعرف نظامه، وأنا لا أفتي في أمور البنوك لأنها كما تعلمون بيوت ربا لا ندخل فيها. اللي يريد السلامة وعنده مال يتصرف فيه هو بنفسه، يبيع ويشري فيه، ولا يعطيه واحد يثق به يبيع به ويشري بالمرابحة والمضاربة، أو يشتري عقارات ويأجرها، أو يعمر بيوت ويبيع، أو يشري سيارات ويبيع، أو أقمشة أو أطعمة أو غير ذلك. الحمد لله مجال الرزق واسع، ما يعطيه للبنوك اللي تغمسه في الربا. البنوك تغمس مالك بالربا وتعطيك منه، تعطيك من دهنه ومرقه. نعم.